إذن أهلا بكم جميعا مشاهدينا، ونرحب ترحيب حار بباشمهندس إيمان عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصباح الأنوار على كل المشاهدين، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة. الله يحييك، سعيدين بوجودك معنا اليوم. باشمهندس إيمان عبد القادر مدرب تطوير الذات وتحليل الشخصية من خلال الفراسة، مش كده؟ مظبوط. تمام. موضوع العلاج بالقيم زي ما قال محمد، أي مرض الإنسان بيمشي ويتعالج بيأخذ روشته وكده، لكن يبقى مفهوم مختلف كون نقول علاج بالقيم، بنقصد شو؟ طيب من وين ظهر مفهوم العلاج بالقيم؟ زي ما قلت إنه الأمراض العادية أو الأمراض الجسمية بنأخذ لها عقاقير طبية، لكن في العصر الحديث ظهرت أمراض مزمنة غير جسدية بتشكل احتياج عميق للتطابق. طيب الأمراض المزمنة زي شنو؟ الأمراض المزمنة زي إنه نحن عندنا جوع داخلي لأنه نكون نفسنا، لأنه قدر ما نحاول نتعايش نحن ما حاسين بالرضا. فمن وين أنا أحل الإشكال ده؟ من وين أنا أوقف الصراع ده إنه أنا عايش وناجح وغير راضي؟ من هنا جات العلاج بالقيم، إنه كل إنسان مفروض يعيش حياته وفق القيم اللي بتتوافق مع المبادئ، وقيمي ممكن تكون صحيحة جدا لكن غير قيمك أنت الصحيحة كده. من غير شنو؟ من غير يعني قهر للآخر. العلاج بالقيم مبنية على شنو؟ الاحتياجات الأساسية لأي إنسان. الاحتياجات الأساسية لأي إنسان احتياجات مشتركة، يعني لا يختلف فيها إثنان كده. واحدة واحدة يا باشمهندس، لو نبسطه جميل حزاتهم نقول احتياجات إنسانية. أيوة. طيب نمشي في الاحتياجات الإنسانية. طيب أول احتياج في الاحتياجات الإنسانية هو الأمان. أنا وإنت بنحتاج للأمان شديد طبعا. الآن إذا ما في أمان، إذا قالوا في هجوم، إذا في كده، ما حنواصل في البرنامج ده، ما حبدأ أولادي المدرسة كده. الأمان ده ذاته أنا يعني في خطوات صغيرة بحقق بها الأمان ده. بجيب أكل بملى التلاجة، بزوج أولادي، بخلي الاحتياجات بتاعة البقاء متوفرة كده، بكون أنا حققت الأمان اللي هو ده احتياج أساسي جدا. ما لم هو يتوفر كل الاحتياجات اللي بعده ما ضرورية. باقي بعده طوالي لشنو؟ للضمان. الضمان اللي هو عشان يضمن لي الاستمرارية. مثلا إذا أنا اتوظفت في قناة طيبة مبسوطة وسعيدة، لكن أنا عايزة ضمان، عايزة عقد، ما عايزة أكون أنا مهددة، ما عايزة أحس أنه أماني الحق قولي المرتب ينتهي بمزاج المدير مثلا كده. عايزة ضمان. الضمان احتياج عميق، حتى الأطفال بيحتاجوا الضمان. ما بيحب أنه أنا بحبك إذا بتعمل صح، ما بحبك إذا كده. الضمان هو داير العواطف دي مستمرة رغم السلوكيات. أيوة كده. واللي هي دي شنو بيحتاج الطفل، بيحتاج الموظف، بتحتاج الزوجة. الضمان اللي هي استمرارية الأمان. طيب خلينا نجي بس في نقطة قبل ما نمشي لقدام. الأمان بيفرق من أمان الطفل من أمان الشخص الراشد والكبير؟ الأمان بغض يعني الطفل أمانه شنو؟ احتياجاته واضحة وبسيطة كده. لي أنا أماني حيكبر زيادة، يعني أنا عايزة أكون باستمرار ثابتة في وظيفتي، لازم أنا أتطور، لازم أنا أزيد قيمتي. يعني قيمتي كانت مثلا شهادة كده، العالم يتطور، المنافسة بقت أعلى، أنا لازم أزيد قيمة لقيمتي بكورسات إضافية، بمهارات، دراسات عليا. أيوة كده. مثلا بأنه يعني ظهر مثلا المهارات اللطيفة لازم أنا ألحق أتعلمها، الذكاء العاطفي لازم ألحق أتعلمها، استثمارات مادية لازم. الطفل لا يدرك هذه الاحتياجات الكبيرة، الأمان وإنه باستمرار أمه حوله، أبوه حوله، الحليف فيه، الحب موجود. تمام. والحياة دي رغم السلوكيات لابد أنها تكون مستمرة وفي ضمان للاستمرارية. لازم تكون مستمرة. لا يعني لا يحق لي أنا كأم أو كأب إنه أنا أحرم طفلي من استمرارية العاطفة. طفل معناه عاطفة. أيوة، بغض النظر عن سلوكه. طيب الآن في سؤال هنا بيطرح نفسه، أين القيم؟ هل هي دي ذاتها اللي احنا بنقصدها دي القيم؟ أيوة. ولا نحن بنقول كلمة قيم مرات بنمشي عليه، الصدق، حسن التعامل، الأشياء المعنوية يعني.
ممتاز. طيب انا اقف في كلمه صدق دي. في القيم انا بقول انه القيم تكون مبنيه على المبادئ، القيم مبنيه على الاحتياجات، دي احتياجاتنا الانسانيه. انا بشيل قيمي ببنيها على الاحتياجات دي كده. القيم تفرق من المبادئ في شنو؟ الصدق ده مبدا، بمعنى انا وانت والمسلم والكافر يتفقون على ان الصدق مبدا كده، يعني بمعنى نحن هنا اذا منظمه طوعيه بيكون واحد من المواثيق الغير مكتوبه بيناتنا نكون صادقين مع بعض طبعا، واذا هي مجموعه عصابه اجراميه يكونوا صادقين مع بعض. ده كده ثبت لي الصدق صح؟ علي انه هم عصابه اجراميه. ايوه هم عصابه اجراميه لكن اعضاء ديل متفقين على الصدق في الخطا والصواب الاثنين مع بعض. ايوه لازم يكونوا صادقين. عشان كده يعني انا بسهلها بحاجه ثانيه بقول عشان نفرق بين القيم والمبادئ. شعار شركه زين مش بيقولوا اي زمان اي مكان، فالمبدا يصلح لاي انسان في اي زمان في اي مكان، اما القيم لا. ايوه ايوه الدعايه كده. المبادئ بتطبق في اي زمان في اي مكان، الصدق مبدا، الامانه مبدا، بمعنى اذا انا ما كنت امينه معك ما تفصلني من المنظمه. ويعني اذا قلنا عكس الامانه الخيانه، العصابه قد تصفي الزول اللي ما كان امين تجاهه صح كده ثبت لنا الامانه. اما بعد ذاك القيم تفرق. الكوبايه دي قيمتها المجرد انها بيشربوا بها وبس، لكن ممكن اطفي عليها قيمه زياده اقول والله دي اول كوبايه اشتريتها بمرتبي، والله دي كوبايه هديه من امي، القيمه زادت بالنسبه لك انت. الكوبايه وقعت لا يفرق معك شيء، انا تفرق معي طبعا. زي مثلا لعبه الطفل يجي قال انا كرستها مثلا يزعل شديد لان عندها قيمه عنده وانا شايفاها قديمه. الحياه مربوطه بالذكريات. ايوه زي ما قلت لك امي مثلا عندها قيمه شديد لغنى الطيبه كده. يا سلام. ايوه احنا والله بنحييها بنحييها كمان. اسمها شرف يتابعنا. امير البشير. تحيه لي يا خالد. تحيه لي امير والله كمان. واتمنى اتمنى انه كمان برضه تجينا زياره وتكون ضيفه معنا ان شاء الله. احنا سعيدين والله. ان شاء الله. حاج امير ولا كبرناه شوي؟ لا 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 بنسعد انه والله بتابعنا وحريصين كمان متابعه جدا والله. والله انا تعلمت طيبه منها. يا سلام يا سلام. طيب نمشي شويه. وليه العلاج بالقيم؟ ده سؤال ممكن يتبادر لاذهان كثير من الناس. ايوه العلاج بالقيم قلنا الان في هذا الزمن المتسارع، عجله التسارع في الزمن ده اسرع من اي زمن فات. يعني زمان مثلا التغييرات تحصل كل كم سنه كل كده، الان معدل التغيير سريع شديد. ده بيخلينا احنا في حاله من الهلع. لازم نطور اساليب احدث تواجه الضغط النفسي الهائل ده. كده العلاج بالقيم بيعمل لي ترتيب لاولوياتي لأجل إنه حياتي تمشي بصورة متزنة. ليه أنا بعمل الصح وأنا لا أشعر بالرضا؟ ليه؟ لأنه أنا متبنية أولوياتك أنت. القيمة الاجتماعية عندك قد تكون أعلى من القيمة الاجتماعية عندي أنا. أنا القيمة الأسرية عندي عالية، بمعنى القيمة الأسرية تشمل أطفالي مثلا. إذا طفلي مريض أنا ما حامشي للجيران اللي عندهم عرس. أنت القيمة الاجتماعية عندك أعلى. لو ولدك في المستشفى أنت حتمشي للجيران لأنه شايف كده عيب. إذا أنا جيت اتبنيت قيمك مشيت وخليت الطفل انا حيصل لي صراع ليه؟ لانه بالفطره انا ام، القيمه الاسريه عندي اعلى. اللي بيتحكم في التفاوت شنو؟ حاجه اسمها المفهوم الذاتي، اللي هو المفهوم الذاتي ده يعني انه انت خريطتك شنو وانا خريطتي شنو. والمفهوم الذاتي ده هو مفهوم مكتسب، يعني اكتسبناه من البيئه من الوالدين من الوسط من المدرسه، وعنده ميزتين هامات انه هو مفهوم منتظم ومفهوم ديناميكي في نفس الوقت. المنتظم ده شنو؟ بيميل دائما لانه يخليك في الحاله الثابته، دائره الارتياح بنقول لها راحت منطقه الراحه، منطقه الراحه اللي هي اذا زادت ممكن نسميها منطقه الموت لانه زول بيكون مقاوم للتغيير. وفي جزء ديناميكي يحب دائما التغيير التطوير. الجزء الديناميكي ده بيخليك تتحرك، تمشي معرض الكتاب في بري، تشتري كتاب، تشتري كتاب جديد في الـ يعني الاعلامي كيف كده. الجزء المنتظم بيقول لك خد الكتاب ما تقراه، انت كده مرتاح انت كده كويس كده. ايوه طيب. فالعلاج بالقيم بيخلينا نرتب قيمنا بحيث انه الاثنين ديل تكون العلاقه بيناتهم نقدر نديرهم بشكل افضل وبشكل اصح، نديرهم بشكل افضل. طيب نحن نستأذنك معنا اتصال هاتفي ناخذه ونجي نواصل معك ان شاء الله. ام عبد الله من عطبره. عليكم السلام وكف قليل ومحمد سليمان والتحيه لك وللدكتوره. يا هلا بيك حبابك والله مرحبا بك. تمام الله يخليك تفضلي. والله موضوع جميل، موضوع القيم والامان
لكن انا داير اقول يمكن يكون ما في امان في الجو مثلا الجو الاسري والحياه الزوجيه، يمكن تكون المراه ذاته ما عندها امان، حتى بتفتش التلفون بتراقب، يمكن يكون ما في امان، ما في استقرار نفسي. وانا بقول عن الاطفال برضو يعني حتى لو في خلافات زوجيه بتتفرغ الشحنات في الاطفال، الضرب والغضب والحاجات دي بتاثر في التربيه. ايوه، وبعدين برضو لما يحصل انفصال برضو بيكون الاطفال ما عايشين في امان بتاع حب ويعني من الاسره الممتده، من هنا يمكن تكون في نزاع، النزاع ده برضو بياثر عليهم. يعني انا اتمنى انه الحب والامان يتوفر للاطفال عشان بالنسبه لهم يعني مهم شديد يعني. تمام. شكرا جزيلا لك. شكرا. الان الكلام ده بياكد احتياجنا للقيم دي يعني. شكرا. أيوة. تعليقك وهي علاقة على المرأة والزوج يعني. الاحتياج الأمان للزوجة طبعا غير الزوج أو غير الرجل يعني. كيف؟ الرجل بيحقق الأمان بالاستقرار المهني. صحيح. أيوة، وبرضو تابع للفطرة يعني، لأنه الرجل خلق للإنفاق. المرأة عايزة أمان عاطفي، عايزة استمرار للقبول والرضا والتقدير. بمناسبة التقدير دي، التقدير واحد من الاحتياجات الإنسانية العميقة. اي انسان يعني مهما كان وضعه، مهما كان سنه، مهما كان نوع، هو يحتاج للتقدير. طيب الان يا باشمهندس ايمان، في سؤال بيطرح نفسه، التفاصيل اللي بنتكلم عنها دي كلها نحن قاعدين نمارسها في حياتنا يعني بطريقه عفويه وموجوده يعني. أيوة. يعني وان اختلفت المسميات في النهايه الحاجه واحده والناس بتعملها يعني، بتمشي الشغل وبتجي والام بتقوم بواجبها وتربيتها وكل الاشياء دي. الفائده شو؟ انه نحن ندرس الحاجات دي ونعرف انه البحوث وصلت وين والدراسات العلميه وصلت وين والتنميه البشريه وصلت وين، بنستفيد شنو من المساله دي؟ ايوه، ما خلاص ما الناس عايشه. ايوه يعني. الناس عايشه. الناس بما انها عايشه ممكن تعيش بصوره افضل. يعني ممكن نطفي قيمه اضافيه، لانه احنا عايشين زي انه مثلا يعني الواحد قام ومشى يتوضى وصلى، يعني مش الصلاة بسرعة، انت قمت وصليت صليت، طيب خليها صلاة افضل. خشوع. ايوه، خلي الاتقان اساسي في حياتك. ما انا ممكن اعيش بسرعة افضل، اذا انت عايز تكون يعني تبع العايشين عايشين يعني كتاب هتعيش يعني. لكن واحد من القيم الحقيقية انه المعنى لحياتي انا شو؟ انا وانت واي فرد ما يعني يشيل فكرة انه هو خلق عبثا او انه هو زايد او انه الناس كثيرة، لا، في دور بيعمل كل فرد براو، والدور ده يؤثر في الكون بأكمله. يعني اللي بتكنس المسجد دوره ده ما بيعمله زول غيره كده، اللي بيقدم برنامج معين، اللي بيختار مادة معينة، يعني كل زول عنده دوره. قدر ما انت تضغن في دورك ده، انت بتحقق رسالة أسمى شديد. في زول قادر يكتشف انه هو قادر يعمل شنو؟ أيوة. ما عارف. في زول ما عارف. في زول ما عارف. مساعدة الآخر ده واحد من المبادئ. إذا أنا بقدر أساعد الآخر يعني دي بتضفي قيمه لحياتي وبتدي ذاك معنى لحياته. تمام. طيب بالرجوع لسؤال محمد سليمان، الامراض المزمنه شنو الامراض دي؟ ايوه، الامراض المزمنه هي غير الجسميه طبعا. غير الجسميه. الاطباء ذاتهم عندهم حاجه اسمها الامراض النفسي جسميه. بمعنى انه المرض العضوي ده اتسببت فيه حاله نفسيه. الام الظهر دي بالمناسبه يعني ناتجه من طاقه سلبيه هائله مستقره. القولون كمان. ايوه. يعني صراعات في التعامل او صعوبات في التسامح. عدم التسامح اكبر مصدر للطاقه السلبيه. عجيب. ايوه كده. بتكون في مشكله ثانيه اذا انا جيت اسامح بالقوه. لازم الامر يكون مرتاح كده. في ناس مثلا قد يكونوا ودودين جدا لكن التسامح عندهم صعب. فلازم انا اتبنى سياسه التدريج عشان اخلي الامر متوافق عليه. ما ممكن انا اعمل الحاجه دي لانها هي صح بس اقوم اخش في صراع ثاني. الناس بتختلف كمان، ممكن طبعًا. واحد يزعل بسرعه. ايوه. ويهدى بسرعه ويسامح بسرعه. ايوه. في واحد ما بيزعل بسرعه لكن لو زي صعب. ايوه صحيح. في ناس كتار كده يعني. ايوه. يلا يا المعرفه او المعلومات بتفيد في شنو؟ انه انا اعرف نفسي بس. اذا انا عرفت نفسي بحقق تواصل ممتاز مع نفسي اولا. طيب التعامل بيختلف لما انا اكون عارف انه انا بزعل بسرعه او بتضايق بعد زمن، لكن لو تضايقت ما بهدي بسرعه، يعني التعامل معاها سهل انه انا اقدر اعمل برنامج. التعامل يفرق يعني. العلم نور، اي معلومه انا عارفها هي بتنور علي، ما بالك بمعلومه عارفها عن نفسي. بقدر اتماشى مع نفسي بطريقتي، انا بحب اقضي زماني وين، انا ببعد من شنو كده.
تمام، يلا ناخذ نماذج لمسألة العلاج بالقيم دي، نشوف مثلا قيمة معينة نحن ممكن نعالج بها شنو من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة، وخلينا نبدأ مع الشباب. يمكن يكون الآن للأسف الشديد انتشرت ظاهرة انتشار المخدرات بشكل كبير وكذا، يبدو لي إذا كان موجودة قيم راسخة عند الشاب بيلجأ لحلول تانية للضغوطات اللي ممكن تكون مواجهة كل الناس وكذا، وبالتالي تكون قيمة وعالجت لنا حاجة بدل ما تخليه يلجأ لمسألة مضرة. ناخذ اتصال رجل إن شاء الله. مرحبا مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. مرحبا بك، صباح الخير عليكم. تفضلي صباح النور. الله يكرمك، الله يبارك فيك. بدي أتكلم عن العلاج بالقيم مش كده؟ نعم. أيوة. تفضلي. العلاج بالقيم مش كده؟ أيوة صح، سامعينك. يلا 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 فعلا صح. يلا القيم والمبادئ تمثل لي شنو؟ الوقاية خير من العلاج. يعني أنا من أربي جيل عايش على القيم والمبادئ الإسلامية الثابتة المتينة، فبالتالي أنا هحل كثير من المشاكل. زي ما كنت أدري بتكلم إنسان مشاكل المخدرات حتقل، التفكك الأسري حيقل، المشاكل الاقتصادية حتقل، كل شيء حيتعامل الإنسان بصورة إيجابية. الإنسان اللي عايش على قيم ومبادئ يتعامل بصورة إيجابية، وذاته بيكون راضي عن نفسه، يكون راضي عن نفسه في نفس الوقت حيرضي المجتمع، لأن إحنا عايشين على مبدأ وعلى قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. السلام ورحمة الله وبركاته. علق على كلامه. ايوه، قالت انه بتساعد في يعني حل كثير من المشكلات من ضمنها المخدرات. المخدرات يعني قضيه مزعجه جدا على مستوى الاسره وعلى مستوى الدوله والمجتمع كده. الشباب ده القيمه الذاتيه اللي هي القيمه الشخصيه عندهم ضعيفه قليلا، والاضعاف شنو اللي هي الحاجه اللي ذكرناها قبل شويه، المفهوم الذاتي اللي هو انه هو مكتسب. الاباء والامهات الان بيربوا الاطفال على تضاؤل القيمة الشخصية لهم وتكبير القيمة الاجتماعية أو القيمة الأكاديمية. بمعنى؟ أيوة، بمعنى أنه هو في حد ذاته قيمته تضاءلت. بيجي شنو؟ أعمل كده لأنه حيكون مرضيا عنك. يقولوا عليك ما بتسلم كده. وفيما أسوأ منها يقولوا أنا ما علمتك تسلم كده. هو وين؟ يعني هو من حقه يغلط، من حقه يكون هو نفسه بالصح وبالغلط وبالمزاح. يكتشف بعد ذاك الحاجة. أيوة كده. لكن طالما أنا بخلي القيمة الذاتية حقته تتضاءل لغاية ما يكبر، بيكون بعد ذاك يعني ما مسؤول. بيفقد قيمة الحاجة ذاتها يبدو لي. أيوة. بيفقد قيمة الحاجة. أيوة، بيفقد القيمة الشخصية قيمة أساسية، ولازم القيمة الشخصية تكون قدام القيمة الاجتماعية. يعني أنا كده، أنا المذيع فلان، أنا المدربة كده، أنا الطفل كده، دي صفاته دي قيمته الشخصية. حتى بعدها تجي القيمة الاجتماعية. طيب وما قد يتقبلوه لكن ولا ما يتقبلوه يا باشمهندس؟ يعني ممكن يتقبلوه بشكله ده أو ما يتقبلوه، كمان بتبقى له بعد ذاك إشكالية في إنه يحاول يرضي الناس. أيوة، بعد ذاك مشكلة. محاولة إرضاء الناس قدام نفسي هي يعني مؤذية للتصور الذاتي للطفل وللشاب. اللجوء للمخدرات بعد ما هو يكبر معناها شنو؟ الذات الصورة المتضالة عنده دي وصل لحاجة إنه فقد المعنى لحياته، فقد المعنى، فقد التقدير. ما في إنسان هو بيلقى التقدير الكافي بيلقى المخدرات. اللي يقول المخدرات ده يعني 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 بي بي بيطلب يعني بيستحطف في الناس كده. الشباب عايزين تقدير أعلى شديد. يا جماعة إذا أنت جيت داخل المكتب بس عامل النظافة، الموظف زميلك، الحرس كده، شكرا. طبعا هو ما أخذ مرتبه على شغله، إن كلمة شكرا دي فيها تقدير، في انه انا مقدر انك جبت لي الكوبايه دي كده. صحيح. التقدير حاجه غير المرتب المادي كده. انا مقدره المجهودات اللي انت باذله مثلا في تحفيز معنوي. ايوه، تحفيز معنوي بيخلق نوع من الود بين الناس، يخلق يعني نوع من الود وبيعمل شنو؟ بيعمل وفاء، بيعمل انتماء. في ناس بتواصل في الوظيفه في المكان الضعيف شديد لانه لاقي تقدير عالي شديد. تمام. طيب أيوة. تاني بنرجع ونمثل أيوة. بالمستشفى الأمراض بيمشي بيمشي المريض للمستشفى، لكن القيم مفترض يمشي طالب العلاج بالقيم لوين؟ ناخذ بعد الاتصال الهاتفي. دال من الولايه الشماليه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه لكم وتحيه للدكتوره. مرحبا بك، يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. الموضوع جميل ومهم، يعني نتكلم عن القيم. تسلمي حبايبي. يعني سبحان الله، يعني الاطفال لما يعني الطفل يغرس فيهم القيم الطيبه
الصدق والأمانة يعني تغذية فيهم منهم صغار يعني لما يكبروا حتى لو كان المجتمع كعاب والحاجات الحق من ده الكثيرة يعني انت غرست فيهم القيم ده القيم دي خلاص انت تكوني مطمنة. ليه؟ لأنه انت غرست فيهم القيم السمحة منهم صغار يعني بعدين سبحان الله بالفطرة هم حيرجعوا ما حيمشوا في الطريق الكعب. وسبحان الله يعني القيم ذاته الناس مختلفين يعني الاختلاف ده نحن ما ناخده على انه حاجة كعابة او انه مثلا يعني نكره هذول الثانية وكذا، لا الاختلاف ده ممكن نحن ناخده على انه ميزة. صحيح صحيح تمام كذا كويسة وجزاكم الله خير ويا دايرة لغاية الدكتورة. طيب يا خليك في الكنترول خليك في الكنترول ما تكفي الخط ما تكفي الخط. يلا استاذ خليل انا عايزه رقم دكتوره ورقم دكتور يوسف. تمام يلا سمعتي محمد ما تكفي الخط خليك في الكنترول بيدوك الارقام ان شاء الله بعد اذن الباشمهندسه يعني. ناخذ السنوسي من الفاو. مرحبا. مرحبا عليكم السلام صباحكم خير. حبابك السنوسي تحيه لكم من اعداد التقديم واخراج الله يهديك العافية مرحبا بك والله يا حبابك الله يكرمك يا هلا بيك سنوسي ارفع صوتك شوية ايوه اها الدنيا صباح صح صح الدنيا صباح والله برد ثقيل محلية الفاو ايوه حبابك والله وصباح الخير على اهلنا في الفاو الله يكرمك كيف الصقت في البندر تمام 100% الحمد لله مبسوطين الله يكرمك يا والله استاذ يعني بصراحة كذي يعني كان تربينا على قيم جميلة يعني. أيوة. وأول حاجة يعني الوقاية خير من العلاج يا أستاذ يعني إحنا شايفين إنه يعني كثير من الأمراض كيف تجي يعني الناس كثير تجيها بيتها يا أستاذ. مثلا المخدرات والسجاير وغيره وغيره وبعد أحيانا قد يسبب لك أمراض داخلية يعني وأصلا الإنسان بيكون ما اجتماعي يعني حتى بيشوف الناس اللي بتناول المخدرات والخمور حتى يعني بيكونوا ما اجتماعيين بصراحة. صحيح. صحيح اكيد قد واحد يتكلم حتى لو جاء مثلا في المجتمع يتكلم يقول لك يا خلق الله خلينا ندزل سكران ساي اما ندزل يا اخي ده كلام ما مسموح يعني بناشد بناشد والله دي ما غيرنا نحن في السودانيين بناشد بناشد والله من كل الناس ان شاء الله تتخطى هذه الاشياء يا اخي اشياء والله ما جميله يعني بصراحه تمام تحيه لك يا استاذ شكرا لك شكرا الله يديك العافيه دال من الولايه الشماليه هي اكدت على التفاصيل اللي ذكرناها لو عندك اضافه وتعليق على كلامه ايوه انه القيم بترتب حياتي ايوه لما انا اعيش وفق ترتيب غير لما انا اعيش فوضى صحيح الفوضى الخارجيه اخف غدر من الفوضى الداخليه كده الفوضى النفسيه دي بتوقف طاقتي بكون انا زي ماشي عكس الجاذبيه انا يعني مقدراتي في حتة وأنا شغالة في حتة تانية وبرضو المقدرات حاجة غير الإمكانيات المقدرات دي يعني شيء لا نهائي شيء من ربنا الإمكانيات دي دراساتي الكورسات يعني الإمكانيات اللي أنا بتعلم أو المهارات الهسل في التدريب دي كده اللي هي شنو رغم أهميتها ورغم إنها أساسية في النجاح لكن هي مزايا ثانوية عشان كده الناس بتخش دورة ورا دورة وكورس ورا كورس ورا برنامج ليه؟ لأنهم نتجاهل القيم الأساسية تمام تمام طيب كثير من النقاط برضو يتكلم عنها أخونا سنوسي صحيح وقال البرد يعني بس عامل مشاكل يعني ممكن يكون إحساسك بالجو والفصول وتعاقبك بتأثر عليك كده في نشاطك وفي تفاعلك مثلا وتعاطيك مع القيم اللي أنت بتكون في داخلك أيوة الجو يعني ما في حاجة في الكون دخله غد عبثا الفصول ذاتها عندها يعني أنواع من الطاقات وكل مجموعة من البشر طاقتها بتكون أعلى مع جو معين الاختلاف ده شيء مطلوب الاختلاف يعني هو اللي بينتج لنا الإبداع الحاصل في الكون ده كله ما بالضرورة أنا مثلا إذا معي صاحبتي قالت هي بتنشط في البرد أنا شخصيا بكش في البرد لا يا جماعة داك طبيعته كده وداك مقدراته كده وأنا مقدراتي كده أنا الكويس معيش أنا بكون في أفضل حالاتي 200 كده والإنسان يبحث على الجوانب الإيجابية عشان يقويها ويستفيد منها عشان يقويها والسلبية ويعالجها يعني قبل المكالمات وجهنا السؤال في أين يوجد العلاج بالقيم هل الحاجة دي تربى عليها الإنسان هل يتدرب عليها ويكتسبها بعد ذاك هل تدرس في الجامعات الحاصل شنو طيب هي يعني لا أعلم أنها تدرس في الجامعات يعني أنا طلعت المصطلح من 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 خلاصه جلسات مع الذات يعني جلسات
من الباطن إلى الخارج زي ما بيقول ستيفن أركوفي. خلاصة السنوات اللي عديتها في التدريب، خلاصة خبرتي في الكوتشينج في الاستشارات، وصلت مع اللي تعلمت منهم اللي هم الكتب، يعني إنه لازم يظهر حاجة اسمها العلاج بالقيم. يعني كده الآن نحن بنقدمه وين؟ أنا شخصياً بقدمه في الاستشارات، بقدمه في الدورات، بقدمه في البرامج كده. في حاجة لاحظتها من خلال الاستشارات ومن خلال الفقرة الفاتت، في قيمة رئيسية مفقودة عندنا، الصبر. ملاحظة الوالدين بيتصلوا شنو؟ ما بيستجيبوا لنا، عنيدين كده. نحن ما عندنا صبر يا جماعة، نحن عايزين استجابة فورية. يعني احنا ما قدرنا نديه زمنه حتى للامهات كده. ايوه صح. عايزين استجابه فوريه. الامر ده مرهق شديد للاطفال وللمراهقين وللشباب. واذا انا جيت موظفه في مكان جديد، انا بحب الناس يكونوا صبورين معي لغايه ما انا اعدي اسبوع شهر اتقن المهارات دي كده. فللاسف الان الوالدين متبنين مبدا بتاع التسارع مع الاطفال، بيظهر السلوك اللي عند الاطفال ده بتاع الرفض. انا ما بحب اقول العناد، لانه يعني العناد دي ما ذكرت الا مع الكفار في القرآن يعني. فنقول انه الطفل مصر على فكرته، الإصرار ده هو مقاومة، والمقاومة دي فيها تثبيت لصورته الذاتية. تمام. لازم يعترض. طيب خلينا نفصل كمان، ناخد خدنا عين اتصال ونرجع كمان نواصل الحوار. مرحبا عين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بيك بيك حييكم وحيي البرنامج الناجح. الله يعطيك العافيه حبيبي، ان شاء الله يا رب. اشكركم على الحمد لله كثير من المشاكل يتحلل عبر الشاشه، الحمد لله. الله يجزيكم خير. الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الحمد لله. عندي سؤال للباشمهندسه. تفضلي. بالنسبه لقيمه الصدق، فالاطفال العمر 6 سنه بتلقى خيالهم واسع شديد. يعني يقول لك لو انا شرطي وما بعرف رقبته في حصان وداني، وما يعني حاجات ما حاصله في ارض الواقع. ما عرف الأسلوب الصحيح، يا طول الواحد يسبح معاهم في جوهم ده، ولا ما بعرف يعني القصص الخيالية اللي ممكن ينسوجة كده من وحي الخيال. أيوة يقول لك أنا يعني أمس مشينا زفة المولد، أنا الأشرطي العلاني وركبني في الحصان وداني حلا، وأنا جنبي يعني الحاجات دي كلها ما حصلت وكثير زي ده. وما عرف الواحد يفرق كيف بأنه يبقى فيه الحاجة دي، ما بعرف يربطه بالصدق ولا بالخيال الواسع. صح. محتاجة لطريقة بتاع التعامل معها. تمام. شكرا 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 جزيلا لك عين من شرق النيل، وده واقع يعني. أيوة. وهي ضربت مثال بموضوع قيمة الصديق وارتباطه بالخيال اللي هو من فطرة الأطفال يعني. أيوة. وهي متخوفة إنها تكون يعني استجابت لخياله ففرطت في الصدق. أيوة. نمرة واحد ما في أي تفريط، اطمئن تماما يعني. الصدق واحد من المبادئ اللازم كمسؤولية إنه أنا أعلمها لأطفالي وأصر عليها كمان، ومن غير أوامر كثيرة إنه أنا أكون صادقة. دي نمرة واحد في تعليم أي حاجة للأطفال يعني. الخيال عند الأطفال كقاعدة عامة هو عالي، وفي أطفال خيالهم أعلى كده. أنا ما مفروض أحجم الحاجة دي، الخيال ميزة يعني ممتازة شديد. ما أحجمها، هو لما بيحكي في قصص وأحداث ما حاصلة في أرض الواقع هو لا يكذب، هو شايفها بخياله. الطفل ممكن يسمع قصة منك أنت في التلفون مع زول تاني، بيقوم بيتمها. أيوة بيتمها، هو بيقوم بيقول لك يعني أنت قلت مشيت أنا لسيد الدكان، قمت لقيت فيه كده حصل كده، هو دخل جوا راسه بيطلع قصة تاني، بيقول لك يا بابا أنا زي مشيت لسيد الدكان وقال لي كده وقمت قلت له كده مثلا. أيوة هو لا يكذب، ده خيال. المشكلة يا باشمهندس إنه نحن في ونستنا العادية الطبيعية طوالي بنقول لك يا أخ والله الود ده كذاب كذب شديد، خلاص هو ذاته بيسمع. أيوة. وخلاص بتنتشر عنه صفة إنه كذاب يعني، خلاص يعني. أيوة. الموضوع بيمشي على كده. أيوة يعني هي كلمة سلبية تماما. إذا الطفل أو الولد أو ولدي ده سرق، أنا لا أقول له أنت سرقت. أيوة هو لما عمله ما عمله كسرقة كده، لسه هو ما وصل المفاهيم ديك. هو لما قال ما قال لك كذب، حتى اذا كذب اي كذب عند الطفل وراه خوف، معنى كسرت الكوبايه وراها خوف، لانه انا صارمه في العقاب مثلا. لازم يحس بالامان عشان الصدق ده يطلع. تمام. يا سلام. انت خلاص طيب. ماشيين على الخواتيم. فاضل دقيقه يعني نلخص نقول شنو دي يا باشمهندس؟ يعني نقول العلاج بالقيم. ايوه واحده من الاشياء المفترض نعرفها ونتعامل معها. ايوه العلاج بالقيم بيخلي الألم العميق في مشاكلنا الآن أخف، لأنه الآن المشاكل مؤلمة جدا.
والصراع بقى عميق. فلازم احنا ندخل مفاهيم معنوية على قيمنا الأساسية وفق المبادئ عشان نقدر نرتب الفوضى النفسية الحاصلة دي ونخفف من الصراع. ممكن يا باشمهندس الحاجة دي ممكن جدا ما صعب ابدا ممكن جدا زي ما قلت ان احنا عايشينها بس نخليها مرتبة وواضحة. تمام شكرا. في حاجة كمان في قيمة ممكن تعالج الزهج يعني حد بيكون زهجان طوال أيوة. كده اطفاء المعنى يا جماعة يقلل الرتابة طوال طيب كده الفراغ ده معناه شنو يعني في طاقة يا جماعة مرات الزول هو شغال وزهجان ليه طيب لأنه شغال فيما لا يحسن قيمة المرء ما يحسن. عندنا واحد اسمه زهجان أفندي الدراما الدراما خلينا نتابع ونشوف الحاجات اللي ممكن يعالجها من خلال التأمل وقتي شنو قلت شوي الرسالة رسلتها له إنه القيمة ممكن تعالجه شنو القيمة ممكن تعالجه شنو إنه يملى الفراغ الموجود جوا يملى الفراغ وإيجاد المعنى والصبر والرضا. تمام نشوف زهجان زهجان نشوفه إن شاء الله كده الأسبوع الجاي يعني يطبق الكلام ده. شكرا جزيلا باشمهندس الله يحييك. شكرا جزيلا. تابعوا الآن فقرة زهجان أفندي خليكم معنا.